اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامجكم هنا العاصمه. حلقتنا النهارده هتكون اقتصاديه سياسيه، لانه طبعا اليوم مزدحم بالاحداث السياسيه الهامه بيتقدمها بطبيعه الحال. يمكن كل الايام مزدحمه بالاحداث السياسيه في الداخل المصري وفي الخارج، ولكن النهارده قمه ترامب بوتين اللي شهدتها العاصمه الفنلنديه هلسنكي كانت طبعا بتتجه ليها أنظار العالم، نظرا لأهمية هذا اللقاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا بعد علاقات اتسمت بالتراجع الشديد. يمكن هذا التراجع لم تشهده علاقات أمريكا بروسيا منذ الحرب الباردة، خاصة مع مشكلات وتحديات كثيرة واجهت الدولتين، كانت خاصة تحديدا التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016 والاتهامات التي وجهت إلى روسيا. النهاردة في هذه القمة كانت الملفات عديدة، كانت خاصة بعلاقات الدولتين في المقام الأول، وده كان بيتم الإعلان عنه مسبقا قبل هذا اللقاء في فنلندا، وفي نفس الوقت الملفات بشكل عام خاص بالأمن القومي، خاص بالشرق الأوسط، خاص بمشكلات روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، خاص بعلاقات تجمع الرئيسين، تجمع ترامب وبوتين، والتصريحات الأخيرة بشأن ترامب وبشأن بوتين منهما تجاه الآخر. النهاردة كمان كان في تصريحات هامة جدا في المؤتمر الصحفي. بوتين على سبيل المثال قال إن بلاده لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، نفيا قاطعا، ولا يمكن أساسا لها أن تتدخل في الشأن الأمريكي. في نفس الوقت أيضا ترامب أبدى رأيه في بوتين بشكل صريح أمام العالم في هذا المؤتمر الصحفي، وقال أنه منافس وليس عدو، وأنه بيعتبره أيضا من المنافسين الجيدين، بمعنى أنه بيحفز جهود الأطراف الأخرى للعمل. يعني واضح أنه في إيجابية في التعامل مع بوتين بعد هذا اللقاء. الرئيس الأمريكي كذلك يرى أن واشنطن ستبدأ منافسة مع موسكو في مجال الطاقة، النفط، الغاز، وده بعد اكتشاف النفط الصخري المستخرج من بين الصخور. بوتين بيأكد انه لم يتوصل، ويمكن ده واحدة من اهم التصريحات النهاردة في المؤتمر الصحفي، برغم كل الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية، بوتين بيقول انه بعد ما تم تداوله اليوم من ملفات ومن قضايا هامة وتم التطرق لي، إلا أن لم يتم التوصل مع ترامب إلى حل حول القضايا الخلافية، لكنه متفائل بهذه الخطوة، ولكنه متفائل بما تم البحث فيه اليوم من ملفات يرى أنها هامة على الإطلاق. أكد مرة تانية بوتين عدم تدخل أي عنصر من عناصر المخابرات الروسية في الانتخابات الأمريكية 2016، وفي نفس الوقت ذكر هنا فعاليات كأس العالم وظهور روسيا بهذا المظهر اللائق لها في التنظيم وفي الترتيب والاستعداد، بأنه أمريكا ساعدت روسيا في تأمين فعاليات كأس العالم، وذكر هنا أن عناصر المخابرات الروسية تعاونت مع خبراء الأمن العام في الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين فعاليات كأس العالم ولظهور كأس العالم بهذا المشهد اللي كانت روسيا بترجوه وبتهدف ليه. والحقيقة أن روسيا خرجت أيضا بطلا من مونديال 2018 بالتنظيم الجيد والتنظيم اللافت للانتباه في فعاليات المونديال. كمان كان في إعلان بيشترك فيه الرئيسين، بمعنى أن بوتين وترامب أكدوا في تصريحهم في المؤتمر الصحفي على الوصول لصيغة مهمة جدا لبناء تفاهم مشترك حول الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار الأسلحة النووية. طبعا ملف الترسانة النووية كان حاضرا وكان متوقعا بقوة أنه في أجندة هذه القمة، وله أيضا المساحة الأهم والأبرز. الرئيسان أيضا أعلنا أنهم اتفقا
كذلك على استراتيجية موحدة بخصوص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. هيكون معانا أكيد النهاردة حوار خاص بهذه القمة، والحوار هيكون ضيفنا فيه وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، وهنتناول كل الجوانب الخاصة بهذه القمة في هذا الحوار. على المستوى المحلي، مجلس النواب طبعا حاضرا معنا بشكل كبير الأيام دي، لأنه في مناقشات عدة لمشروعات قوانين. المشروعات دي بتشغل أكيد الشارع المصري، القوانين دي أكيد بتنعكس بشكل أو بآخر على حياة المواطن المصري، وبالتالي هذه المناقشات بتفضي ونتيجتها بتكون الموافقة أو الرفض أو الإرجاء التأجيل. النهاردة في جلسة مجلس النواب كان في موافقة على الصندوق السيادي. الصندوق السيادي بيحمل اسم صندوق مصر، وهو صندوق بيتم إنشاؤه أسوة بدول أخرى زي الإمارات على سبيل المثال، زي السعودية، النرويج، هناك دول كتيرة بتؤسس هذا الصندوق اللي بيتم من خلاله التطرق لنقطة مهمة جدا ولملف كثر الحديث فيه، وهي الأصول اللي موجودة في الدولة، ولكن لا يتم استغلال هذه الأصول وتبقى موجودة دون النظر ليها، الاستفادة منها، استثمارها، استغلالها في أي شيء يعود على البلد بالنفع. وبالتالي هذا الصندوق من مهامه اللي طبعا بتكون يعني في إطار القانون والضوابط كلها، طبعا في إطار القانون الضوابط اللي بيعمل بيها هذا الصندوق والقائمين عليه، بتتطرق بشكل كبير جدا لهذه الأصول. الأصول دي دايما لما بنسمع عنها بنلاقي ان في اختلاف على إدارتها، الإدارة هتكون مسؤولية مين، وبالتالي إدارة الأصول دي بنلاقيها تأجلت لما الخناقة تتأجل ولما المشكلة كمان تتأجل وتاخد وقتها إلى أن يبقى هذا الأصل الغير مستغل أساسا، غير مستغل وما نستفدش منه بأي شيء يعود على الدولة وعلى المواطن في أي مجال بالنفع. وبالتالي الصندوق السيادي هنا بيحقق هذه النقطة. معانا دلوقتي على التليفون للتوضيح أكتر لباقي مهام هذا الصندوق، لأنه طبعا عنده مهمات تانية وعنده أهداف أخرى بجانب استثمار الأصول الغير مستغلة. معانا على التليفون النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان. برحب بحضرتك يا سيادة النائب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك سيادة النائب. ممكن توضح لنا مهام هذا الصندوق والتوقيت أيضا اللي بيتم فيه تأسيسه؟ الصندوق السيادي زي ما حضرتك تفضلتي موجود في عديد من دول العالم، لكن الصناديق لها شكل التقليدي المتعارف عليه، انها دول بيكون لديها فوائد في الموازنه بتاعتها، خلينا نقول بمعنى ادق ان عشان بس المشاهد يبقى متفاهم، ان ايراداتها اكثر من مصروفاتها، فبالتالي بيبقى عنده فائض في اموال فبيستثمرها في مشروعات اقتصاديه معينه ل يعني زياده وتعظيم هذا الراس المالي الموجود عنده، وعمل مشروعات تعمل نوع من الضغط لتنميه اقتصاديه ايجابيه. نعم. لكن احنا بالنسبه لنا هنا، احنا طبعا الحال ده لا ينطبق علينا في مصر، احنا عندنا عجز في الموازنه وعندنا مشكله دين عام، وعندنا في نفس التوقيت كم من الاصول خلينا نقول الثابته والمنقوله دي موجودة بشكل كبير جدا ومملوكة للدولة أو لهيئات اقتصادية تابعة للدولة. صحيح. وللأسف الشديد غير مستغلة، ويمكن أنا كان في كلمتي النهاردة في المجلس قلت للسادة النواب حضراتكم تقدروا تراجعوا كلكم في محافظاتكم وكلكم لامسين هذا الأمر، هتجد كثير من الأصول الثابتة مباني وعقارات وما إلى هذا موجودة بالفعل ولكن غير مستغلة أو استغلالها هامشي أو جزئي. يعني بتجد مزارع ضخمه، وكان زي ما كنا بنتكلم عن محافظه سوهاج على سبيل المثال تابعه لمركز بحوث زراعيه وغير مستغله بالمره ولا توجد عليها ابحاث، وان كان بيبقى في مساحه فدان او فدانين، انما مش في عشرات في عشرات الافدنه او مئات الافدنه او الاف الافدنه وما الى هذا كثير بقى. يعني بتجدي مثلا مسؤول في محافظه ما وساكن في قصر تابع الحكومه وحواليه 50 60 فدان، الموضوع مش محتاج ده، كفايه شقه مؤسسه وجيده مؤمنه جيد، والكلام ده نقدر نستغله، ده افضل
احنا يعني شايفين العالم بيرشد انفاقه ازاي، فما بالنا احنا في اشد الاحتياج لهذا الرقم. فبالتالي هناك حصر وهناك لجنه شكلت بالفعل بعد العرض على السيد رئيس الجمهوريه، هناك لجنه بالفعل شكلت من جهات مختلفه في الدوله منها اجهزه رقابيه وسياديه وبالاضافه لوزاره التخطيط، وقاموا بعمليات حصر. ان الحصر ده كان عمليه صعبه مش عمليه بسيطه. الحصر تقريبا وصل لحوالي 4130 تقريبا اصل حتى الان. الاصول دي بيبقى فيها بعض المشاكل، البعض منها بيبقى مش موجود لمستندات ملكيه على سبيل المثال، لانه من الخمسينات والوزارات والحكومات ورثوا، فبالتالي ما حدش بيفكر انه وفي النهايه هو مملوك للدوله مع تعاقب الحكومات والازمنه، هو مملوك للدوله ولا يتم استغلاله يا فندم. ده بالظبط زي ما حضرتك تفضلتي. وايضا هناك مشكله اخرى، ان هناك بعض اجراءات التقاضي دي ما بين جهتين حكوميتين للاسف بيتنازعوا على ايه؟ على الاداره، بيتنازعوا على ملكيه الاصل ده لاي جهه من الجهات. وطبعا الكلام ده برضو احنا كلنا لامسينه خلال ثلاث دورات انعقاد في المجلس، فشايفين طبعا المشاكل دي كتير. ده بالاضافه الى ان شاء الله بعد انتهاء العاصمه الاداريه الجديده، فكافه الوزارات هتنتقل من القاهره الى العاصمه الاداريه الجديده، فايضا كمان هناك مباني واصول ضخمه هتبقى موجوده. بالتاكيد مثلا وزاره الزراعه بتسيب المبنى بتاعه وهتخرج بالشيء اللي هتشغله وهتديره اقتصاديا وتنجح في ادارته. فمحتاج اداره محترفه لهذا الامر. بشكل عام التجميع بتاع الاصول دي كلها هيبقى تحت مظله هذا الصندوق. الصندوق ده المفروض ان وزاره الماليه هتساهم بمليار جنيه في راس المال الاساسي بتاعه اللي هو 5 مليار، وده المفروض ان راس المال المزدوج بتاعه يوصل ل 200 مليار. لكن انا شخصيا شايف ان بعد تجميع هذه الاصول كامله ووضعها تحت مظله واحده اعتقد انه هيعدي التريليون، ده توقعي الشخصي. النقطة دي طبعا بتخلينا نقول هناك استثمارات ضخمة هتبقى موجودة، هناك تشغيل، هناك فرص عمل أكثر، هناك رؤوس أموال بتخش مصر بتقلل. بس الصندوق ده كده يا فندم بيحتاج ليه رقابة أكيد. النقطة بقى اللي حضرتك أثرتيها، احنا أثرينا في مناقشتنا مع لجنة الخطة والموازنة المحترمة، وأنا كنت ممثل لهيئة المكتب في اللجنة الاقتصادية مع الخطة والموازنة، تناقشنا في هذا الأمر بالفعل، حطينا كثير من قواعد الحوكمة داخل مواد القانون، ولكن يهمنا في النهايه اللائحه الاساسيه اللي هتصدر بواسطه الصندوق نفسه اللي هو هيبقى برئاسه رئيس مجلس الوزراء، وده احد القواعد احد الموضوعات اللي احنا غيرنا او المواد اللي غيرنا فيها في القانون. حطينا قواعد بان لا يعفى الصندوق من الضرائب علشان يبقى فيه تنافسيه بالفعل، ويكون هناك رقابه من وزاره الماليه عليه علشان يحصل نسبته من الضرائب. الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء معها وزير المالية وزير الاستثمار، أصرنا أن يتم إضافة نائب محافظ البنك المركزي. البنك المركزي أولا وأخيرا هو متعلق بالسياسة النقدية ومدى كميات السيولة اللي موجودة في السوق وما إلى هذا، وتوفير عملة حرة في حالة استثمار خارج مصر. حطينا كثير من قواعد الحوكمة، يمكن كمان أن هناك قوائم مالية ستعرض على البرلمان، يمكن كان في تعديل في الجلسة العامة، السيد رئيس المجلس فضل ان يكون التعديل من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، وده بيتم صياغته بالفعل ما يبقاش عرض مباشر. هناك كثير من القواعد الموجوده، ولكن خلينا بس نبقى في عندنا موضوعيه في هذا الامر. الصندوق يحتاج الى محورين اساسيين لنجاحه. وهما اولها اداره محترفه. ودي مش موجوده داخل الحكومه. ننتهي أيوة من هذا الامر. يعني قبل ما حضرتك بقى تكمل نقطه الاداره المحترفه، احنا ايه هنفرط في التفاؤل لو قلنا ان احنا ممكن نحقق ده مع الصندوق؟ انا بقول لحضرتك اهو اداره محترفه، ودي مش موجوده في الحكومه. طب ولا موضح شديد. طيب هنعمل هكمل ايه؟ هكمل بقى هكمل لحضرتك. اداره محترفه ودي مش موجوده في الحكومه. الصندوق بينص على ان مجلس ادارته هيبقى فيه عدد من الخبراء المحترفين في هذا الموضوع. ولكن برضه الإدارة المحترفة مش هتقتصر فقط على الصندوق الرئيسي بخبراء طبعا. ولكن الصندوق هيبقى له صناديق فرعية تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومن هذا المنطلق بيستطيع انه يضع إدارة محترفة لكل قطاع تخصصي في هذا التوقيت وهذا الوقت المناسب، بحيث انه يبتدي أعماله تحت إشراف وإدارة محترفة بالفعل. دي الجزء الآخر، الجزء المهم بالنسبة للإدارة المحترفة. رقم اثنين، بس متوقع هنا يا فندم انه تواجهكم مشاكل. هو احنا مش طبعا انا سلطه تنفيذيه، انا مراقب لما سيحدث.
انما بالتاكيد هيبقى في مشاكل عشان تقدري توفري اداره محترمه. يعني بمعنى انه في خطط بديله، يعني ده صندوق مهم دلوقتي احنا بنتكلم على شيء يعني بيحل مثلا واحده من الامور اللي يعني الازمنه اللي فاتت دي كلها ما عرفناش نحلها، اللي هي مثلا الاصول الغير مستغله مع انها تابعه للدوله، لكن في النهايه هي غير مستغله وما بنستفدش منها. فلازم هنا نكون بتصور يعني في خطط بديله لاي مشكله او اي عقبه هتقف قدام اللجنه الخاصة بإدارة هذا الصندوق. ده بالتأكيد، عشان كده في لائحة النظام الأساسي اللي هتضعها هيضعها مجلس الإدارة ويقرها من الجمعية العمومية. لائحة النظام الأساسي هي اللي هتحط النظام الأساسي لأعمال الصندوق ككل. بس خلينا أوضح النقطة الثانية المهمة. اتفضل. إحنا قلنا في البداية إدارة محترفة. تمام. كل قطاع من قطاعات أو نشاط اقتصادي معين. رقم اثنين بقى في الموضوع أن يكون هناك قواعد دقيقة جدا للحوكمة والرقابة. وزي ما بنقول بشكل عام في أي مؤسسة أو كيان اقتصادي خاص أو عام من المفترض أن يكون له رقابة داخلية وخارجية. بمعنى مراجع، زي مراجعة كده بالظبط. internal and external auditing. ده مهم للغاية، وده هيتحط وإحنا مصرين كبرلمان وكلجنة اقتصادية ولجنة خطة موازنة أن يكون هناك نظام للحوكمة والإدارة دقيق، حتى لا يكون هناك منفذ من منافذ الفساد في وقت من الاوقات. وده نقطه يمكن انا شرحتها في البرلمان بوضوح شديد، مش هنترك الموضوع لمجرد ان احنا اصدرنا القانون وهنقف مكتوف الايدي بننتظر النتائج. الحوكمه والاداره المحترفه محورين اساسيين هيتضح الشكل العام لهما من خلال النظام الاساسي اللي هتضعه هيضعه مجلس الاداره. بس حضرتك يعني متخوف يا سيادة النائب من الإدارة المحترفة أكتر؟ أنا متخوف من الاتنين، وخليني بس بلاش أقول متخوف عشان ما نبقاش متشائمين، لأ أنا بقول حريص. تمام، بس لازم برضو يعني نكون عارفين المشهد من كل جوانبه. دلوقتي رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه. أيوه. ده للتأكيد على قوة وحجم الصندوق. ممكن نعرف رأس المال، مصدره، أوجه إنفاقه؟ من البداية خالص رأس المال المصدر الرئيسي ليه هيكون بالتأكيد من الأصول اللي هتنتقل ملكيتها إلى الصندوق. وده ده المصدر الرئيسي ليه، عشان كده بقول لحضرتك إن أنا شخصياً توقعي كتوقع شخصي إن في خلال وقت قريب لو ان شاء الله انتظم وتم تطبيق لائحه النظام الاساسي راس مال الصندوق ده قد يصل الى تريليون ويتعدى التريليون في وقت من الاوقات، لان الاصول الثابته المهمله في مصر ضخمه للغايه وامكانيات استخدامها متاحه بشكل افضل لو تم تقنين اوضاعها وانهاء النزاعات اللي عليها ونقل ملكيتها تحت مظله واحده محترفه في الاداره. تمام. النقطتين اللي انا بتكلم عليهم تاني المحورين الاساسيين هو إدارة محترفة مش إدارة حكومية خالص. أيوة. حتى رئيس مجلس الإدارة هو وزير التخطيط أيا كان. إحنا بنتكلم على قانون قدامه 20 30 40 سنة كلنا مش هنبقى موجودين. إحنا بنتكلم على صندوق بنص القانون في القانون نص القانون بتاعه إنه أيضا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. نعم. علشان الأصول دي لا تهمل ولا يتم الاستيلاء عليها ويتم وضع اليد ومافيا الأراضي ومافيا وما إلى هذا. فبالتالي بيبقى في نهاية كاملة واضحة لكيفية نقل الملكية وتقنينها لتحت مظلة هذا الصندوق. النقطتين تاني ماذا عن الخصخصة يا سيادة النائب أخيرا؟ نعم. ماذا عن الخصخصة؟ لا دي مالهاش علاقة بالخصخصة. احنا عندي حد لحضرتك مثال بسيط. تفضل. لو احنا بنتكلم على شركات قطاع الأعمال وده كيان اقتصادي له يعني كافة الحقوق في انه بيتصرف في شركات وما إلى هذا، وكيان اعتباري منفصل تماما المفروض عن ده شركة مساهمة. فبالتالي الكيانات دي في حالة أن هناك أصول غير مستغلة لدى هذه الكيانات. نعم. فيتم انتقال هذه الأصول إلى الصندوق السيادي بعد تقدير قيمتها السوقية، وإحنا أصرينا هنا في تقدير القيمة السوقية ليها مش بالشكل النمطي اللي إحنا بنشوفه في الحكومة وهيئة الخدمات الحكومية وما إلى هذا، لا إحنا أصرينا أن يكون لها محددات واضحة بعدد من المقيمين اللي هم بيتبعوا بالفعل هيئه الخدمات الماليه مسجل في هيئه الخدمات الماليه او هيئه الرقابه الماليه او البنك المركزي، اثنين مقيم وعليهم الجهاز المركزي المحاسبات ويضع السعر بيها منظومه معينه.
فاذا بينتقل الاصل ده الى هذا الصندوق وبيتم سداد قيمته الى شركة قطاع الاعمال، انها شركة مساهمة يجب ان نحافظ على كيانها. شكرا سيادة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، شكرا لحضرتك معنا. الخبير الاستثماري الأستاذ أسامة مراد، برحب بحضرتك أستاذ أسامة. الحقيقة احنا خدنا فكرة من سيادة النائب أوسع عن هذا الصندوق السيادي اللي بيأتي أسوة بصناديق أنشئت في بعض الدول زي الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات. حضرتك شايف مدى الاستفادة من هذا الصندوق في المرحلة الدقيقة اللي بيمر بها الوطن، بنحاول ان احنا نكون جاذبين للاستثمار، نكون في مناخ وأجواء اقتصادية أفضل لنا وأكيد للحياة بشكل عام في مصر؟ اولا مساء الخير استاذ مريم مع حضرتك والمشاهدين. الصندوق ده بعتبره المحاوله الثالثه او الرابعه للاصلاح الاداري. يمكن احنا دايما كما ذكر النائب مدحت الشريف انه احنا حاطين وزير التخطيط هو رئيس مجلس اداره الصندوق، لكن هو مش بس التخطيط لكن كمان الاصلاح الاداري، لانه هناك هدفين رئيسيين للصناديق السياديه. الهدف الاول ده مشترك بيننا وبين بقيه الدول، وهو تعظيم الثروه للاجيال القادمه، وده فكر لطيف وظريف بنحاول نعمله. الجزء الاخر انه دول بعض الدول بتعمل صناديق سياديه لاستثمار قائد بترولي وقتي تخاف ان ينضب، وبالتالي بتعمل احتياطيات عندما ينضب هذا الفائض. بعض الصناديق الاسيويه عملت ده لجذب الاستثمارات. مصر بتعمل مزيج بين انها لجذب الاستثمارات الخارجيه والمشاركه سواء من الصناديق السياديه الاخرى او المساهمه مع قطاع خاص المصري والاجنبي، او جزء ثاني واللي ركز عليه سياده النائب في مداخلته اللي فاتت وهي الاصلاح الاداري. احنا منذ انشاء منظومه القطاع العام والتأميم اللي احنا عملناه بنخاف من الاقتراب من هذا، برغم ان كافه مؤشرات الاستثمار بتدل ان اجمالي شركات القطاع العام واضم ليها الهيئات تحقق ناتج اقل من 2% في العام من راس مالها وقيمتها، وبالتالي اي عائد اضافي ينتج عن هذا هو ادخار واستثمار للمستقبل وتحسين كفاءة وزيادة فرص عمل وتنافسية لمصر وزيادة فرص تصدير وتقليل العملة. احنا ما قدرناش او من الصعب ان احنا نغير القوانين الحالية اللي بتحكم منظومة شركات قطاع الاعمال العام، الهيئات الاقتصادية المختلفة، الشركات والجهات التابعة للدولة، ان احنا بقى عندنا تقريبا 5 أو 6 شركات، انواع من الشركات مختلفة بتتبع قوانين مختلفة. وبالتالي وكمان مش عاوزين نعمل خصصة او نطلق خصصة، وبالتالي هو افضل اسلوب ان احنا نحقق. بس هنا في مخاوف يا استاذ اسامه من الخصخصه. انا طبعا سالت سياده النائب على هذه النقطه تحديدا واشار ليها بوضوح، لكن اذا كانت دي نقطه مثاره اساسا مع الحديث عن الصندوق السيادي في مصر. يعني طبعا سياده النائب راجل سياسي مخضرم وما يقدرش يقول كلمه خصخصه محدش بيقولها، انا ما عنديش هذا الحرج. لا، انا بعتبر احد الاهداف الفرعيه للصندوق هو القيام بالخصخصه باسلوب منضبط، وعايزين نفرق يعني في خصخصه يعني فعلا المخاوف من الخصخصه بعد انشاء وتاسيس الصندوق السيادي في مصر هي يعني واحده، خلينا نتحدث باكثر صراحه، واحده من اهدافه. بس احنا دايما بنقول خصخصه وبعدين نسكت. ماذا تعني الخصخصه؟ الخصخصه لا تعني بالضروره بيع اصول شركات الدوله والقطاع العام، ولكن تعني خصخصه الاداره سواء كان ده بشكل بيع او تاجير او مشاركه او تاجير طويل الاجل بهدف تحسين الاداره. نفتكر ان بريطانيا كانت على وشك التعثر المالي عندما اتت المرأة الحديدية مارجريت تاتشر الى الحكم، هي اعلنت الخصخصة وحسنت من الادارة وقدرت انها تنهض ببريطانيا. الواقع بيقول، وخلينا ما نتفنش اسفل رؤوسنا في الرمال، انه
الناتج اللي بينتج من شركات قطاع الأعمال العام برمتها أو على المجمل أقل كثير مما ينتج من القطاع الخاص أو لو تم بإدارة محترفة. هناك بعض النماذج الناجحة في شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، ولكن لا تستطيع استيعاب استثمارات إضافية. طب حضرتك متوقع، حضرتك متوقع بما أنك ضربت مثل ببريطانيا، حضرتك متوقع أن احنا ممكن نحقق ده؟ يتوقف ده على الإرادة السياسية. حضرتك عارفة أن احنا بنبتدي الحاجة بقوة زائدة، ولكن للأسف بنخاف بعد كده. أنا أتمنى في أحد العاملين في مجال الاستثمار إن إحنا نوضح الأهم الحقائق. الناس بتزعل من الخصافة عشان ما بتشوفش عائد الخصافة. لكن لو ليها عائد أي شيء أكيد لو حقق عائد، وزي ما بدأت الحديث يعني وقلت يعني المعاد بالنفع ليس فقط على الاقتصاد، على أوجه الحياة في مصر. برنامج العاصمة يتبنوا ده، لأن أنت قطاع أكثر برنامج بيتعرض ليه ده. خلينا نشوف الشركات اللي تمت الخصخصة بها سواء بالمشاركة أو البيع أو الإيجار، هل أدائها تحسن والناتج والعائد اللي زاد منها والضرائب اللي عادت منها والتصدير اللي زودته، ولا الشركات اللي لم يتم خصخصها؟ شكرا جزيلا أستاذ أسامة مراد الخبير الاستثماري على هذا التوضيح. وزارة التعليم العالي بدأت النهاردة أعمال التنسيق للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018 اللي تم إعلان نتائجهم يوم الخميس الماضي. بتستمر أعمال المرحلة الأولى حتى يوم الجمعة القادم. تجاوز عدد الطلاب اللي سجلوا رغباتهم النهاردة تقريبا يعني وحسب آخر الأرقام عندنا وأكيد هنستوضحها دلوقتي 11,000 طالب وطالبة. كانت الوزارة قررت أنه يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.10%. وعدد الطلاب المقرر أنه يتم قبولهم 28,000 طالب ده تقريبا. وبالنسبة لطلاب الشعب الهندسية 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90%. فأكثر وعدد الطلاب المقرر قبولهم 15,267 طالب وطالبة. بالنسبة للشعب الأدبية 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80%. معنا على الهاتف الأستاذ السيد عطا المشرف على تنسيق القبول في الجامعات. برحب بحضرتك أستاذ سيد. يعني عايزين نستوضح من حضرتك بداية الأرقام اللي ذكرناها في الخبر الخاص بأعمال التنسيق للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. طبعا زي ما حضرتك فضلت قلتي إن المرحلة الأولى بدأت من يوم 16. أيوه. عندي يوم الجمعة 20/7. ونهاية المرحلة 20/7 الساعة 7 مساء. تمام. فبننصح الطلبة إن هم ما حدش يتخلف عن التقدم للمرحلة بتاعته عشان تخلفه مش مصالح الطالب عموما يعني. وفي رقم تاني بس أحبه برضه يعني. هو في أعداد طلاب تخلفت أساسا؟ يعني عندكم رقم لطلاب؟ لا 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 يا فندم، لا يا فندم، أنا بتكلم على طلاب المرحلة كلهم. يعني طلاب المرحلة ال 126,000 طالب. يعني دول طلاب المرحلة. يا ريت ما فيش طالب يتخلف عن مرحلته. تمام. تمام. وبالنسبة للرقم 11,000 يعني اللي عندي دلوقتي الإحصائية اللي موجودة 30,000 طالب تقدموا على موقع تنسيق إلكتروني اللي عندي الآن، اللي عندي ما بتكلم حضرتك دلوقتي. تمام. 30,000 طالب. تمام. ايه الضوابط اللي بتحكم عملية التسجيل؟ طبعا الطالب بيخش بالرقم السري بتاعه، والرقم السري ده بيبقى موجود على شهادة النجاح للطالب. ويريت بس الطالب برضو ده يعني يحافظ على الرقم السري دوت، ما يدوش لحد خالص الا ولي امره ولية امره وهكذا، يعني لان ده رقم بيحفظ سرية بيانات الطالب على الموقع. دي نصيحة بقولها للطلبة. هو واضح ان المشاكل دي مريتوا بيها قبل كده او شفتوها؟ ايوه. انا برصح الطالب. واضح انها كانت متكررة. طيب عدد الطلبة اللي سجلوا رغباتهم النهاردة يا فندم؟ 30,000 طالب لعندي الان. 30,000 طالب. لو تخطى الطالب المرحلة المحددة ليه لعملية التسجيل، هو ده اساسا عدد طلاب المرحلة؟ يعني ده العدد المفترض؟ لا يا فندم، العدد المفترض المرحلة 126,000 طالب.
احنا فاكرين من النهارده. لا انا بتكلم يا استاذ سيد، كلام حضرتك كان واضح من الاول، احنا بنتكلم عن النهارده المرحله الخاصه. النهارده حضرتك بتكلمنا عن تسجيل رغبات، حققت تسجيل 30,000 طالب وطالبه، ده العدد الخاص باليوم، يعني هي حققت العدد اللي مطلوب منها. لا يا فندم، احنا عندنا شرايح لسبب. امال بنحقق اي طالب يقدم؟ احنا عندنا شرايح لسبب، عشان عندنا طبعا عندنا معامل موجوده في الجامعات الحكوميه كلها. تمام. الطالب اللي ما عندوش كمبيوتر شخصي، امال الطالب اللي عنده كمبيوتر شخصي في البيت يقدر يسجل طوال ال 24 ساعه. فاحنا حاطين الشرايح المجموع اللي موجوده عشان ما يحصلش تحسب عند الكمبيوتر، بس بنحقق اي طالب من الناس. صوت استاذ سيد، الصوت مش واضح، بعتذر استاذ سيد عطا المشرف على مراحل التنسيق والقبول في الجامعات، بعتذر لحضرتك، احنا فقدنا التواصل معاك. عموما شكرا على التوضيح بشان بعض الامور، خاصه الارقام الخاصه ببدء المرحله الاولى لتنسيق القبول للجامعات. اذا النهارده تم تسجيل رغبات 30,000 طالب وطالبه، وده زي ما ذكر لنا واكد لنا دلوقتي الاستاذ سيد عطا، وطبعا اكد كمان على ضروره عدم تخلف اي طالب او طالبه عن الموعد المحدد ليه والاحتفاظ بسرية الرقم الخاص به. دي كانت الأخبار سريعا معانا النهاردة، وخلينا نشوف أخبار الاقتصاد، نشوف أخبار الموازنة العامة. ودايما الموازنة العامة بتأتي بآمال وطموحات للمواطن. يمكن التوقيت اللي احنا بنعيشه توقيت صعب، مرينا بمراحل كتيرة، مراحل مختلفة في التغير الخاص بالأسعار في مجالات كتيرة، مش بس السلع الغذائية والسلع الحياتية، بنتكلم على أسعار كهرباء، أسعار بنزين. الموازنة هنا كان دايما الحديث عنها وعلى الورق يعني فيما سبق دايما كان بيعكس حالة إيجابية لما يتم تنفيذها، وبالتالي هي هنا بيتوازى معها الأحلام لكل مواطن إنها ممكن يكون فيها إجراءات حماية اجتماعية، خاصة مع ارتفاع أسعار زي ما قلنا مجالات كتيرة السلع فيها ارتفعت، بيتقدمها طبعا أسعار الكهرباء، البنزين، السلع الأساسية والحياتية، في الغذاء على سبيل المثال. ودي كلها أمور طبعا ناقشناها كتير. النهاردة بنناقش إيه اللي هيحصل مع الموازنة العامة، موازنة ليوليو 2018 بتنتهي في يونيو 2019. خليكم معانا بعد الفاصل، أحمد كوجك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية والمزيد من التفاصيل. ثلاث سنوات خاضت منا طلاب رحلة شاقة مليئة بالتحديات، حتى وصلت رحلتها إلى محطة النجاح في الثانوية العامة بحصولها على 99% بالشعبة الأدبية. حسيت فرحة كبيرة إن أنا خلاص حققت حلمي اللي أنا وهدفي اللي أنا كنت عايزة أوصل له. يعني أنا عايزة أدخل ترانسليشن، عشان أنا ما لقيتش الحاجة دي في آداب أو كده، فطبعا ما فيش إلا ألسن، وأنا ألسن صعب إن أنا أسافر القاهرة. فكان في قبل كده يعني السنين اللي فاتت الأكاديمية بتقدم منح للمكفوفين، أكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا هنا في اسكندرية، فلو في منحة حاجة زي دي السنة دي ليا فتبقى كويس جدا، خاصة فيها القسم اللي أنا عايزاه. يعني الاعتماد على دروس الخصوصية ووقوف أسرتها بجانبها سر تفوق منا في المراحل التعليمية المختلفة، مهدية ما حققته لوالديها والمدرسين الذين تعلمت على أيديهم. أنا كنت بساعدها بأن أنا كنت بذاكر لها يعني أول بأول، سواء كانت في مش السنة دي بس، في السنين اللي قبل كده. بالنسبة للي بوجهه أن هم يهتموا شوية بالمكفوفين، بالنسبة للمناهج يعني ما بتتغير بالنسبة اللي هم المبصر، فهي بتطبق عليها بعد سنة. كان بس العائق بقى عندنا أن هو تحويل المذكرات بتاعة المعاهد دي إلى برايل، فطبعا جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيهم جمعية النور، لأن طبعا على مستوى اسكندرية والبحيرة
مفيش الله، هي الجمعيه دي هي اللي فيها مكنه برايل تطبع برايل للمكفوفين. مفيش اصلا كفيف، حتى زمايلها في المدرسه اتعلم لغه برايل دي بطريقه سهله يعني في اسبوعين كده، غير بقى هي اصرت بقى اللي تكمل بقى يعني تكمل تعليمها بحيث اللي تبتعد، واصرت من البدايه اللي هي دخلت فيها مدرسه النور المكفوفين، اصرت من البدايه اللي هي تبقى تطلع الاولى على الثانويه العامه. غمرت منا بيتها بالسعادة وبفخر كبير يسرد أفراد أسرتها حكايتها كيف قهرت ابنتهم الصورة الذهنية عن المكفوفين، حيث بإمكانهم السباق في نفس المجال التعليمي دون نقص. زينب شبل، هنا العاصمة.